السلام عليكم تلاميذنا الأعزاء، تلاميذ الصف السادس الابتدائي. موضوعنا اليوم Living Now. Living Now، المعيشة الآن. Living Now على صفحة 63 و62. 62 62 و63 63 الكتاب الملون. أهم مصطلحات لازم نعرفهن بهذا الموضوع وهن Population 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 وتعني الكثافة السكانية، population وتعني الكثافة السكانية، prices prices وتعني الأسعار، jobs jobs المهن، job مهنة واحدة، living المعيشة، living المعيشة. موضوع اليوم هو living now، المعيشة في هذا الوقت والمهن في الوقت الحالي. تعرف على الموضوع، ننتقل للكتاب الملون. Unit 5 lesson 3 Unit 5 lesson 3 Living now Living now Now we live in the modern world نعيش في العالم الحديث. But our world is changing fast Our world is changing fast العالم يتغير بسرعة. Here are some grade 6 pupils الصف السادس، طلاب الصف السادس، talking about what they think is changing. يتحدثون عن ما الذي يعتقدون أنه سيتغير. نيجي نقرأ. Computers are فراغ. الكمبيوتر إيش راح تسوي؟ كمبيوتر شنو تأثيرها على المهن بالمستقبل؟ Everything is getting شنو everything شبي is getting Everything is getting changing. Everything is getting faster. كل شيء يصير بسرعة وكل شيء يصير أسرع. Computer are taking most of the job. يعني تأخذ أكثر المهن. نقرأ اللي بعدها. People 3 is getting harder. It is getting harder. شنو هاي هسه بالصفحة الأولى هنعرف. People number 4 Smartphones are changing. Smartphones, الهواتف الذكية. Smartphones are changing the way. Smartphones are changing the way. ننتقل للصفحة اللي بعد. Match the endings with the sentence beginnings. قارن قارن الجمل مع نهاياتها، نهايات الجمل. نجي هسه نباوي نشوف أين النهاية الصحيحة. أين النهاية الصحيحة؟ هسه computers are شو نختار؟ computers are أريدكم تركزوا لي هنا. computers are very important. They are changing our life. They are changing our lives. تغير حياتنا. computers are very important. They are changing our life. الكمبيوتر يغير حياتنا. نجي اللي بعده. Everything is getting no, faster. أسرع. The internet is very fast and we can find information easily. يمكننا إيجاد المعلومات بشكل أسهل. جيب هاي هنا. It is getting harder. It is getting harder. شنو؟ والكوميونيكيشن لا. It, يعني التواصل. It is getting harder to find good jobs because of computer game technology عفوا. Because of computer technology. صار من الصعب إيجاد وظيفة بسبب الكمبيوتر. ليش؟ لأن البرامج بدأت تأخذ هواي وظائف. هواي وظائف بدأت تختفي مثل ساعي البريد اللي كان بالماضي، وحاليا بدأت تختفي مهنة سواق التاكسي، وهاي مهن جاي تختفي بسبب البرامج بسبب التكنولوجيا. نجي هسه الأخيرة. Smartphones are changing the way we communicate. الطريقة التي نتواصل بها، بدينا نتواصل بطريقة مختلفة. Young people are sending text messages to their friends. الطلاب اليافعين يرسلون رسائل
رسائل لأصدقائهم. More often than talking on phone. يرسلون الرسائل، الرسائل النصية أكثر من التحدث على الهاتف. يعني بدينا نتواصل بالرسائل أكثر من الحديث. هذا طبعا يروح هنا هيك هكذا. اللي ورا ما عندنا شيء. work with partner and practice the conversation. هاي المحادثة تعيدها ويا أي واحد يمك في البيت أو صديقك في المدرسة، أي واحد تعيد هاي المحادثة وتحكي عن التكنولوجيا. ننتقل هسه إلى كتاب النشاط. كتاب النشاط على صفحة 60 on page 60. look at these words and listen to their meaning. استمع إلى معناهن، أخذناهن قبل شوية منهن اللي هي population ومعناها الكثافة السكانية. اسم noun معناها اسم. type of the word معناها نوع الكلمة. price سعر، و prices أسعار هم اسم كذلك. height يعني الطول الارتفاع، طول الإنسان tall noun اسم. number الرقم noun. المعنى شنو هذا المعنى؟ المعنى يعني معنى الكلمة بالإنجليزي. All the people in the town, a country, the world. يعني الكثافة السكانية معناها الناس في قرية أو بلد أو العالم كله. هي هاي معنى الكثافة. Price, the money you pay for something. المال الذي تدفعه لقاء شيء ما. هو هذا البرايس السعر. Height, how tall a person or thing is. كم يبلغ شيء أو الشخص أو شيء ما طوله. Number, a word or a sign used to count. رقم. A word or a sign to count. رقم أو علامة للحساب. Measure and label something. قياس أو تعريف شيء ما. Label يعني ترميز، يعني شيء من اللي تخلي له label تعرفه، ترمزه، رقمه هيك. انتقل إلى التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده شو يقول؟ Look at the diagram and match noun from the activity A. Nil activity A. Population اللي هي هاي، شو نسميها هاي؟ Population. مو؟ لا هاي height مو population. مو لأنه شفنا ناس معناها هاي هايت الارتفاع، يعني أكو واحد قصير أكو واحد طويل. هايت الطول والقصر. هنا هاي شنو؟ براميل. وأكو تسوق، هاي عربة تسوق معناها برايسز الأسعار. بس هنا قلنا هايت وهنا برايسز. هاي هايت وهاي برايس. هايت برايس هاي شنو؟ هي هاي البوبوليشن. بوبوليشن بوبوليشن population. زين هاي شنو؟ شو نسميها هاي؟ number السيارات نحط لها الأرقام. label number الأرقام. نجي إلى C. تبرين C. read and match the sentence to the diagrams. اقرأ وقارن بين الجمل. one prices are going up all the time. الأسعار دائما في ارتفاع. going up ترتفع. 2. the number of cars is increasing in every country every year. أرقام السيارات في ازدياد في كل بلد كل سنة. people are getting taller. الناس جيل بعد جيل يصير أطول. The population of the world is increasing all time. الكثافة السكانية تزداد طوال الوقت، لا تتوقف عن الازدياد. ننتقل إلى الصفحة اللي بعدها 61. D. Find the verbs in activity C and underline them. ترجع تدور على الأفعال وتخلي خط جوا الأفعال بالتمرين اللي قبله. هاي عفوا. Look at the diagram and the verbs complete the sentence. باوع على الدايجرام اللي شفناه قبل شوية وكمل الجملة. العفو هذا الدايجرام هو نفسه. go up و go down. هذا go up للأعلى وهذا go down للأسفل. increase يرتفع get taller. شوفوا هنا
بالعكس get down إلى الأسفل. disagrees disagrees ينزل ينخفض. get smaller هنا get taller هنا get smaller smaller. نيجي نباوع على التمرين اللي بعده. prices هو هذا العفو نفس التمرين. prices أسعار. safer أأمن من الأمان. number رقم. information معلومات. healthier healthier أكثر صحي. smaller أصغر. و temperature 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 حرارة أو درجة حرارة. one his فراغ blank is going up ترتفع. he should go to bed. هنا شو نكتب؟ temperature اللي هي هاي اكتبها هنا temperature. بقية التمرين راح بس اقرأ واتمنى تحاولون تحلونه، وبنهاية المقطع راح اوفر لكم الحل مالته على شكل نصوص بس راح نقرأ. the supermarket aide says food فراغ are going down this week. الطعام فراغ ينخفض. شنو اللي بالطعام راح ينخفض؟ يعني شنو اللي عندنا ينخفض؟ قبل شوية قلنا سعر او شيء. 3 now buildings are always getting شبيها البنايات. شو تصير؟ ما نقدر نقول smaller، لازم تصير اكبر. فعندنا شيء ثاني، البنايات تصير اكثر امان. smartphone are getting شبيها التليفونات تصير اذكى. the فراغ of people in the school is increasing. اكو شيء عند الطلاب جاي يزداد بالمدارس. it is getting easier to find فراغ because of the internet. من السهل أن نجد فراغ الأشياء على الإنترنت. we are فراغ because we are decreasing ننخفض. decreasing ينخفض sugar السكر ينخفض in our food السكر ينخفض في طعامنا read your sentence with a partner. راح نقرأ هاي اللي جواها. read your sentence with a partner. his temperature is شبيها حرارته. getting up getting down كيفكم؟ فهي شو جواب؟ تقول yes I agree. sentence 2 is شنو الجواب كذاك؟ yes I agree it is. يعني his temperature is going higher. لهنا خلص درست عليهم تلاميذنا الأعزاء. أتمنى تحاولون تحلون التمرين قبل لا تشوفون الحل الصحيح اللي راح أوفر لكم. موفقية للجميع و I hope see you all succeed. Thank you for listening.